بقى نقول نقطة مهمة جدا جدا كابتن، ونتعلم من المواسم السابقة. الفترة اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي دايما بعد مونديال الأندية، بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا، دايما هي الفترة اللي بتحتاج شغل فيما يخص الإعداد البدني والأحمال أكتر من الفني. فممكن أنا يعني أنا آسف ممكن تستغنى عن المحاضرات الفنية في ظل هذا الضغط، عشان كمان اللعيبة لا تصاب بالملل كما كان يحدث مع فترة بيتسو موسيماني، لما كان بصراحة النقط اللي هي المحاضرات الفنية بتقعد بالساعة والساعتين في ظل ضغط مراد كبير. وأنا ممكن أستغنى عن ده، لكن ما استغناش عن الاستشفاء، ما استغناش عن يعني النهاردة إن اللعيبة يجب على جهاز الأحمال إن هو يركز معهم جدا 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 في عدم التهاون في موضوع الاستشفاء بعد مباريات. الاستشفاء هو اللي يخليك واقف على رجلك خلال الشهر ده، شهر صعب جدا جدا جدا، شهر هتلعب فيه أقل من شهر 28 يوم، هتلعب فيهم 9 مباريات منهم مباراتين قمة قدام نادي الزمالك وقدام نادي بيراميدز. صحيح، فترة بصراحة هيبقى فيها ضغط بدني فظيع. وبكل امانه عشان نكون صراحه، طبعا في سكاوتنج للفرق المنافسه، لكن في لما يكون في ضغط في مباراه كابتن اسلام صعب انت تعلم اللعيبه حاجات صعب، انت تعتمد على خبره اللعيب بقى. صحيح، ازاي النهارده اخرج من المباراه يعني ثابت وهو بيشرح ثلاث جمعه وقت ضغط. فنتمنى ان احنا نتعلم من المواسم السابقه. وفي نقطه كمان في المواعيد الماتشات دي، احنا انا القلق بس في الماتشات دي ان احنا كنا من سنه او من سنتين كان عندنا نفس الموضوع ده، كان ساعتها بيتسو موسيماني موجود لما كان برضو اللعيبه راحت الاولمبيات في فتره من الفترات، راحت الاولمبيات وكان اخذ اكرم توفيق من 4 سنين، يا اكرم توفيق والشناوي وكان حد كمان معاهم، اكرم توفيق والشناوي ثلاث لعيبه، وساعتها برضو كان في يعني ان احنا بنلعب من غير اللعيبه دي وكملنا في الدوري من غير اللعيبه الاساسيه. فدي حصلت وحصل برضو يعني حصل ان احنا في المنتخب الاولمبي اخذوا 3 لعيبه في الاولمبيات وكنا بنلعب من غيرهم، وساعتها فقدنا نقط كتير بسبب الموضوع ده. فدي برضو ممكن تتكرر السنه دي، خاصه ان انت عندك في شهر 7 الاولمبيات 24/7 فانت فالتسع ماتشات دول لازم استدعاهم طبعا قبل اسبوعين ثلاثه فانت فده الموسم ده بيكرر تاني، فانت لازم في التسع ماتشات دول باذن الله يكون في تركيز عشان اكيد في لعيبه هتتاخد منك في الاولمبيات.